جمعية الرابعة العدوية الابتدائية بمنطقة كسبرطة. إذن بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ارتأت الجمعية بتنسيق مع الإدارة التربوية ومع الأساتذة الأفاضل باش نجيبوا التلاميذ والتلميذات يشوفوا هذا الفضاء الرائع، هذه المؤسسة التي تقدم أكثر من خدمة. يعني مين كان نهضروا على الوقاية المدنية، على الإسعاف، على التدخل، على السوفتاج بصفة عامة، فهناك إسعافات أو هناك تدخلات هي جسمانية، جسدية، مادية ومعنوية. فالوقاية المدنية مشكورين ونحييهم بهذه المناسبة، كيقوموا بواحد المجهودات اللي هي جبارة جدا فيما يخص كل ما يتعلق بالوقاية وبالحماية وبالتدخلات العاجلة. إذا تدخلات في فيضانات، في زلازل، في المحيطات والبحار، في الأنهار، في الآبار، في البرك، في حوادث السير، بمعنى تدخل ربما تدخل حتى في الشأن النفسي لبعض الأشخاص الخارجين على السيطرة. اسمي أيمن الكجاج، أدرس في الثالث ابتدائي في مدرسة بيلفوي. اليوم أتينا يوم العالمي للوقاية المدنية، تعلمنا شيئا كثيرا مثل أن ننقذ شخصا يغرق في البحر أو في جوارنا يقطع التنفس عليه. أعطانا إرشادات كثيرة على الوقاية المدنية مثل التسلق، مثل كيف نقت في الزنزانة، كيف نقت عندما يكون الأمواج خاطرة علينا. وهذه ما تعلمناه هنا في عن الوقاية المدنية، وشكرا لمدرسة بلفوليا. نحن كتلاميذ مؤسسة العرفان أتينا اليوم لكي نحتفل باليوم العالمي للوقاية المدنية، واستفدنا كثيرا من المعلومات وتلقينا عدة معلومات من عند عناصر الوقاية المدنية، ونشكرهم على المجهودات لأجل إنقاذ أرواح المواطنين. اسمي يوسف، كان درس في القسم الثالث الابتدائي في مدرسة بيلفوي. جينا اليوم العالمي ديال الوقاية المدنية، جينا كنتعلموا بزاف التنفس، بحال نقدوا الواحد ملي يكون غارق في الماء ولا يكون ضارب الزنزان. معكم انا كمواطن مغربي من طنجة ان شاء الله، جيت المقر ديال الوقاية المدنية باش نستافد ماتيريال ديال إغاثة ان شاء الله. الحمد لله راه استفدنا من جميع النواحي ان شاء الله، عطانا نصائح وفكرات باش الانسان ما يعاودش يعمل نفس الغلط ان شاء الله. خليك 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 خليك